السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب راح اتكلم عن الميني جيمز اللي شاركت لنا بها شركة تاور اوف فانتزي على حسابهم الرسمي واللي هو اليوتيوب. يعني عندهم قناة رسمية باليوتيوب تقدرون تشوفون المقاطع اللي نزلوها، وغالبا تكون تشويقات اما شخصية او هسه نفس ما تشوفون ميني جيمز. طبعا انا لعبت النسخة الصينية ولعبتها صراحة فترة حلوة، فعندي شوية خبرة باللعبة فأعرف أغلبية الأشياء الموجودة، وصراحة متحمس أشارككم هذه الأشياء ويا النسخة العالمية، واللي أعتقد ما راح أطول يا شباب. بالنسبة لأشخاص اللي متحمسين للنسخة العالمية أخذوها من عندي، ما أظن راح أطول للنسخة العالمية أكثر، ممكن ما أريد أحدد فترة معينة، لكن غالبا يا شباب البيتا المغلقة يجي بعدها للعبة الأصلية، يعني نفس ما كان ويا جينشين، لأن جينشين كان همات أكو بيها بيتا مغلقة قبل موعد إصدار فترة، وبعدها إجت اللعبة الرسمية ونزلت بشكل رسمي. وأيضا النسخة الصينية نازلة صاريها أشهر، فأكيد هم صححوا الأغلاط، صححوا كل شيء، ضبطوا اللعبة وعرفوا الأخطاء صارت بالبيتا المخطئة بالبيتا المغلقة. فخلونا نبدأ أول ميني جيم. وأول ميني جيم شفته ولاحظته، طبعا هذا ما أعتقد ميني جيم، واللي هو هاي يا شباب نظام التزحلق، واللي هو عندك أداة راح يعطوك إياها بالمهام وأنت قاعد تلعب القصة. وهاي الأداة يا شباب، طبعا خلينا نقص شوية الصوت أو يلا عادي. هاي الأداة يا شباب فكرتها عارفين تزحلق فوق الماي باستعمالها، وتقدر تستعملها أغلبية الوقت، لأنه عندك شغلة مميزة واللي هي إنه أنت عندك مكان تقدر تخلي بيه شغلات، مثلا هاي عندك الجيت باك، وعندك أيضا مالة التزحلق، وعندك أيضا شغلة ثالثة راح تحصلها وين المهام، واللي هو مسدس. وهذا المسدس شلون لا تعرفه، مسدس باتمان، واللي هو تضرب على الحائط أو على نقطة معينة وراح يطلع لك بيلر معين أو عمود وتقدر تتسلقه، يفيدك كلش بأماكن العالية أو حتى بعض الدنجينات. فخلونا نبدأ ويا أول ميني جيم واللي هو التزحلق. بس يا شباب هذا طبعا هاي مو ميني جيم، للتوضيح هاي مو ميني جيم، هذا النظام راح يكون موجود باللعبة يعني منها لحد ما تخلص اللعبة، يعني هذا شي مو راح فترة ويروح. ثاني شي شفته اللي هو العبارة عن ريس أو سباق، يعني بشكل عام تشوفون هنا عندنا الوقت، وعندنا تقريبا نفس نجوم جينشين، يجي لك انه لا خلصت ب 30 ثانية، يعني مو اكثر من 30 ثانية او مو اقل من 30 ثانية، 20 ثانية ب 10 ثواني، يعني عندك مدة معينة، وتشوفون يعني اعتقد دقيقة عندك وكنت خلصة ب 30 ثانية، لا تريد 30 نجوم، وراح يطلنا هذني الشغلات. صراحة فكرة حلوة، يعني نقدر نقول هاي طبعا المعلومة يا شباب، ان شاء الله هذني ما يروحن، هذني ما يروحن الشغلات، يعني ميني جيمز راح تظل على الاكثر باللعبة. حلو، هنا واللي هي الميز، المتاهة، والمتاهة بشكل عام اعتقد راح يوفرون بيها نظام معين. لو شوفون يا شباب اكو شغلة لاحظتها، واللي هي لاحظوها يا شباب، شوفوا هذا المكان، شوفون مكان وردي، شوفوا المكان راح يروح له مكان اخضر، يعني اذا احنا حسبناها المفروض يعني هذا المكان هو كان موجود بي، فمن كان موجود بي اعتقد يا شباب راح يكون اكو نظام اللي هو جزء مساعدة بالمتاهة، اللي هو المكان اللي تمشي بي او تعبره او تيجي بي اكثر من مرة ممكن يتغير لونه، لانه شفنا هنا تشوف لون، شوف يا شباب ان هذا اللون وردي وهنا هذا اللون اخضر، فاعتقد اكو نظام يساعدنا بالمتاهة، واللي هي راح تظل دوخة، يعني شلون تعرف لا ماكو شيء يساعدنا. حلو، هنا عندنا اعتقد هاي النهاية. حلو، طبعا المعلومة هاي يا شباب شخصية، شخصية كلش حلوة، فكرتها انه هي عندها سلاح ثقيل تقدر تضرب بيه او تقدر تخليه بالقاع وتقعد تضرب. وايضا بالنسبة لهذا البرميل واللي هو راح يكون موجود باغلبية الاماكن اللي بيها وحوش، ها تقدر ترميه على الوحوش ويتفجر، وايضا او تقدر تضربه ويتفجر. غالبا ما يدمج الى اداء. اوكي، هنا أنا نظام اللي هو صيد السمك اللي جربته اني، هنا صيدون يا شباب السمك وتجون على هذا، واللي هو تقدر تعتبرونه المطبخ مالتنا،
يعني هنا اي اكله تريد تسويها تشوفون اي اكله تريد تسويها تجي لهنا وتختار عددها وتكون عندك الموارد من هنا. فيب عندك هنا نظام الطبخ قاعد يعرضونه حلو. نعتقد تدمجها على مود تسوي اكله جديده او صحن جديد. يعني بشكل عام استعرضونا ثلاث شغلات. اول شيء التزحلق، وكل هنا يا شباب شغلات يعني موجوده باللعبه، يعني عندنا نظام الميز، يعني لاحسبنا ثلاث انظمه عرضونا، تزحلق وميز واللي هي المتاهه، ونظام اللي هو الكوكينج واللي هو الطبخ. فيب طبعا اكو بعد مقطع اريد اراوكم اياه، مو بس هذا المقطع. شوفوا يا شباب هذا المقطع اريد اراوكم اياه واللي هو موجود ايضا، يقول لك الويبن ان كاركتر تريلر. فخلينا نشوف بالله هذا المقطع اللي يراوينا شخصيات واسلحتها. يعني طبعا راح نزيكم عن اقوى شخصيه باللعبه، شخصيه كلش اسطوريه حصلتها اللي هي اس اس رانك. عندك هنا كينج، هنا عندك هاي الشخصيه يا شباب اقول لكم عنها، عندك هاي الشخصيه ايضا حصلتها، هاي الشخصيه لا ما حصلتها لكن شلت مالتها طريقه لعب. هنا عندك هاي حصلتها، هاي ايضا اس رانك متحمس اجربها. ايد اشوف افضل شخصيه عندي، لا للاسف ما عرضوا لنا، لكن تقريبا عرضوا لنا كم شخصيه حسبوا يا شباب. عندنا هاي الشخصيه الاولى واللي هي تستعمل اعتقد وبن ما ادري الصراحه ما انتبهت شنو نوع سلاحه، بس اعتقد له علاقه بالثلج، ممكن يجمد الاعداء ويسوي منطقه. هنا عندنا هاي الشخصيه اللي اسمها كينج واللي هي شبيهه ديلوك، شخصيه كلش حلو سلاحه عجبني. هنا عندك هاي الشخصيه ديم، والله يا شباب سلاحه حرفيا يدمر اللعبه. راح انزل لكم مقطع انتظروا بس انا اخلص امتحانات ثاني يوم. عندنا هاي الشخصيه واللي هي ايضا سلاحه دقيقه خلينا نشوفها هاي يا شباب واللي هي ليش ما ادري ليش ما خليتها سلاحه، واللي هو سلاحه يهيل يعني يسوي منطقه تهيل. عندنا هنا أنا سلاح ثقيل واعتقد يسوي منطقه ثلج. يعني عندنا هذا الرمح، هذا الرمح يعني عادي الصراحه، يعني سلاح اس رانك يعني فور ستار نقدر نقول سلاح زين بس يعني عادي. ممكن الالتيميت مالته حلوه انه او هنا اعتقد بيلونها واللي هي انه رمحك تشمره على العدو. شوف يا شباب هيجي تشمره على العدو ضربه ويرجع لك، حركه زينه يعني مو قوي كلش. نهايه تسوي لك ايضا منطقه حلوه. هنا عندنا هاي الشخصيه الرهيبه. اكو بعد مقطع ثالث واخير اريد اشوفه وياكم. اوكي يا شباب واللي هو هذا التريلر. متحمس اراويكم تفاصيل اللعب، مثلا عندك هذا الحصان واللي هو اهم ما تقدر تستعمله وسيله تنقل، الدراجه اللي تحصلها بعد بدايه اللعبه يعني كم مهمه. عندنا هنا همات هاي الاله الرهيبه، عندنا هاي واللي هي اللي تطير عليها. طبعا هذني اللي وسائل النقل يا شباب، يعني كل متواجدة باللعبة وتحصلهن وتستعملهن. هاي دراجة انا عندي وجربتها، يعني بطيئة مو كلش سريعة لكنها مات حلوة وسيلة تنقل. هذا بعدني ما جربته بس متحمس اجربه. وعندنا هاي اللي تطير كلش رهيبة. بالنسبة نكمل التريلر، شوفوا يا شباب هذا الحصان واللي هو ما ادري ايش يذكرني بحصان واللي هي بهورايزن، ما ادري احسه مشابه هيجي. هنا عندنا الدراجة، حلو. هنا هذا الآلي، واعتقد يا شباب ميزة جزء اقدر انط من اي مكان عالي. هنا هاي ننتقل عليها، شوفوا يا شباب وضحوا لنا بهاي المقطع كل وسائل التنقل الموجودة. فا اوكي يا شباب اتمنى يعجبكم المقطع، تكلمت بيه عن واللي قناتي مو رسميه ولا اعتقد هو ما تعرفوه من عندكم ما يعرفها، لكن موجوده بس كتب تاور اوف فانتازي، وشوف مقاطعها الباقيه، اكو مقاطع باقيه ايضا. فاتمنى يعجبكم المقطع، اريد اشارككم انه اللعبه قاعد تنشر لنا تحميسات تشويقات عن الاشياء القادمه، فاكيد وان شاء الله نشوفها عن يعني الفتره القريبه. ويب ان شاء الله حستمر بنشر تاور اوف فانتازي المحتوى. إذا عجبكم المقطع خلونا لايك واشتركوا بالقناة ومع السلامة.